طيب نروح دلوقتي لبرنامج على اليوتيوب موجود وفي حقيقة الأمر لقى رواج كبير قوي اسمه الزتونة. البرنامج ده بيعمل ملخص للكتب سواء كانت كتب عالمية أو كتب محلية، الكتب المهمة تحديدا بطريقة مبسطة للتلخيص بتاعها، بتسهل على الأطفال وللكبار عملية القراءة، وبياخدوا كل المعلومات اللي هم محتاجينها من البرنامج بمنتهى السهولة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من خلال الأستاذ مايكل راشد مسؤول برنامج الزتونة. صباح الخير يا أستاذ مايكل. يعني أستاذ مايكل حطنا في التفاصيل على طول وقول لنا إيه هي الزتونة بتاعت يعني فكرة البرنامج، وإزاي جات لكم فكرة تلخيص الكتب العالمية والمهمة تحديدا وتقدموها في برنامج على اليوتيوب. بص، أنا أصلا خريج كلية صيدلة، أنا في القاهرة. إحنا كان عندنا في الكلية كده، أنت عارف الصيدلة في دكاترة كتير وفي مراجع كتير بنستخدمها، فكان من ضمن الحاجات اللي إحنا بنذاكرها قبل الامتحانات بيبقى في حاجة كده مرجع اسمه الزتونة، اشتريه كده. كان دايما بيبقى فيه المعلومات المهمة أوي. أول ما ابتديت اشتغلت في شركات أدوية كبيرة، وبعدين يعني أخدت ده شوية فيها أو ترقيت فيها يعني بشكل كويس، وكان معايا تيم، فكنت بحاول أطور في التيم اللي معايا. كنت بعمل إيه؟ كنت بجيب لهم كتاب وأحاول إن أنا مثلا ألخصه لهم بشكل بسيط شوية، علشان الكتاب ده هو بيساعدنا في البيزنس، بيساعدنا في الشغل نفسه. الفكرة كانت ابتديت تكبر شوية في الشركة، بقيت أعمل الموضوع ده مش للتيم بتاعي، للشركة كلها في الآخر. نعم. وبعد كده قلت طب واي نوت ان احنا ناخد الفكره بقى اللي اكبر من كده شويه، ونبتدي نعمل اليوتيوب شانل علشان تبقى دوكيومنتد عليها كل الحاجات. ما كانتش الفكره الاساسيه ان انت تكون بتخاطب الناس كلها، الفكره ان انت تكون بتدوكيومنت الحاجه اللي انت بتعملها مش اكتر. نعم. او يعني بتسجلها يعني مش اكتر. بس والموضوع اول ما ابتديت على اليوتيوب، الكلام ده كان من حوالي 5 سنين. اول ما ابتدينا على اليوتيوب وعملنا الزتونه على اليوتيوب، بقيت الناس بقت بتتابعها، وناس بقت بتريكومند لبعض او بترشحها لبعض، وناس بقت بتشير الكتب دي. نعم. وابتديت الاقي الجمهور ده جديد ومختلف. انا كنت متخيل في الاول ان مثلا اللي بيدور على كتب مش هيكون جمهور كبير على السوشيال ميديا يعني. لكن الصراحه كان اعتقاد خاطئ تماما، يعني شباب كتير جدا بيدوروا ان هم عايزين يطوروا من نفسهم وعايزين يستفادوا، عايزين يعرفوا الكتب موجود جواها ايه. ويمكن زي ما حضرتك قلت في البدايه كده، ناس ما بتكونش لحد ما تقرا لفترات طويله، او ناس ما بتكونش بتقدر ان هي تقرا يعني لفترات طويله او كده. فكان الدوره برنامج الزتونة لحل المشكله دي. لغايه دلوقتي الحمد لله البرنامج بعد 5 سنين احنا موجود فيه 2,200,000 سبسكرايبر او مشترك. ما شاء الله. استاذ مايكل، يعني هي طبعا فكره حلوه جدا، خاصه في عصر السوشيال ميديا يمكن متعودين على المقاطع السريعه جدا. بس كتاب يعني احنا نلخص كتاب، ده شغل كبير جدا. كتاب يبقى فيه تفاصيل كتير قوي وبيبقى فيه معلومات كتير قوي، ازاي بتقدروا تختاروا او تنتقي، يعني على اساس ايه تنتقي الحاجات اللي انت بتختارها في التلخيص اللي بتوصلها في الاخر زي ما بتقول كده في الزتونه؟ بصي، هو في كذا تراك او كذا اتجاه. في الاول خالص كنا بنبتدي الكتب اللي هي المهمه قوي، اللي هي الكتب اللي الناس كلها بتتكلم عليها، الكتب اللي الناس بتدور عليها في الشغل. يعني مثلا زي كتاب العادات السبع للناس الاكثر فعاليه، ده يعد من اشهر الكتب الموجوده اصلا في عالم البيزنس. فكان في الاول خالص ابتدينا بالكتب اللي هي المعروفه قوي المهمه قوي. بعد كده بيبقى في الناس دايما بتكتب لنا ترشيحات، ودي ميزه السوشيال ميديا مثلا، ان انت بيبقى في تواصل بينك وبين الناس. الناس تقول لك طب بص، في مايكل كتاب كويس مثلا اسمه كذا، في كتاب حلو احنا عايزين نعمله ترخيص. ده يعني احد التراكات. في تراك تاني هو ان احنا بنشوف الكتب اللي عليها تقييمات عاليه، سواء على جود ريدز. جود ريدز ده هو زي موقع كده الناس بتحط عليه تقييماتها الخاصه عن الكتب. فبنشوف التقييمات العاليه او الكتب العاليه او الكتب اللي بتلائم حدث معين احنا بنعيشه. يعني مثلا احنا في اول السنه او السنه الجديده، فمحتاجين كتاب بيتكلم على تخطيط الاهداف وازاي اكون بعمل تخطيط اهداف بشكل بروفيشنال. نختار مثلا في الفتره دي كتاب بيتكلم عن الموضوع ده. طيب احنا دلوقتي في مرحله احنا محتاجين ان الشباب يكونوا بيعملوا شغل خاص بيهم، او عايز اطور الشغل بتاعي علشان اواكب الظروف الاقتصاديه اللي بتحصل حوالينا. نختار كتب برضو ليها علاقه بازاي اكون بطور من دخلي، او اغير من شغلي، او ازاي اصلا اغير من شغلي، او ازاي اطور من سكيلز او مهاراتي علشان اواكب الفتره دي. فاحنا عندنا 3 تراكات، يا اما ترشيحات الناس، يا اما جود ريدز او اللي هو الترشيحات اللي هي الكتب العالميه على جود ريدز، يا اما ثالث حاجه لو حاجه بتلامس حاجه احنا عايشينها. ده بالنسبه لاختيار الكتب. خلاص احنا اخترنا الكتاب، بعدها بقى يعني المحتوى اللي احنا بنختاره عشان يقدم في شكل مختصر او زي ما بالظبط كده.
جميل. بص احنا عندنا في طريقتين في الترخيص، اي ترخيص في الدنيا هو طريقتين، يا اما انا باخد الموضوع كله بطريقه اسمها هوليستيك اللي هو انا بقرا الكتاب كله واقول لك انا طلعت من الكتاب ده بايه، ده احنا مش بنشتغل فيها غير فيما نظر، يعني غير مثلا لو الكتاب ده هو عباره عن قصه، يعني مثلا قصه يبقى في وجهة الكيميائي نظر روايه كده. الكيميائي، روايه الخيميائي دي هي روايه انا ما اقدرش اقول لك تلخيصها واحد اثنين ثلاثه، بس انا اقدر اقول لك لما تقرا الروايه دي تطلع بايه. صحيح. في حاجه ثانيه مثلا، يعني مثلا روايه الخيميائي مثلا الناس كلها عارفه ان الكنز في الرحله مثلا، يعني فهو انهي كنز وانهي رحله؟ فانت بتقعد تشرح كده. تاني حاجة أو تاني نوع من أنواع التلخيص، تلخيص بنسميه التلخيص اللي هو الأكاديميك أو التلخيص اللي هو تشابتر باي تشابتر، اللي هو مثلا الكتاب ده فيه 10 تشابتر أو فيه 10 فصول. الفصل الأول بيتكلم على فكرة إزاي أبتدي مثلا أحط فيجن أو رؤية لحياتي، وإيه هي خطوات أو إيه هي الرؤية اللي أقدر أقولها هي رؤية سليمة. التشابتر التاني بيتكلم على إزاي أحول الرؤية دي كل فصل مستقل، بتلخص كل فصل بشكل مستقل. بالظبط. طيب خليني اسالك، ايه اكتر يعني انواع يعني هذه التلخيصات تحديدا اللي كان يعني لقى استحسان وقبول من المشاهدين والمستمعين على اليوتيوب؟ طبعا كل الحاجات اللي لها علاقه بتطوير الشغل او تطوير الدخل، يعني كل الكتب اللي لها علاقه بتطوير الشغل وتطوير الدخل دي طبعا كان عليها اقبال كبير جدا. الكوميونيكيشن سكيلز او مهارات التواصل برضو من الحاجات اللي عليها اقبال شديد جدا، وخصوصا المواضيع الخاصه بلغه الجسد مثلا او الخاصه بازاي اكون انا بقدم فكره او بعرض فكره. نعم. دي كانت من الحاجات اللي عليها رواج بشكل كبير. طيب استاذ مايكل، بصراحه كده شايف انه أيوه. التلخيصات دي او الفيديوز اللي بتقدم، لا تغني طبعا افندم، لا تغني عن قراءتك، لا تغني عن قراءتك. عرفت السؤال. طبعا السؤال ده كان بيسالني من زمان جدا، هل لما دلوقتي اقرا كتاب زي بسمع ملخص بتاعه؟ اكيد طبعا الاجابه لا. يعني اكنها محفز انه يشجعني ان انا اقرا الكتاب مثلا. بالظبط، يعني انت لو دخلتي فيلم في السينما مش زي لما انا اجي احكيه لك. اكيد طبعا التجربه بتاعت السينما نفسها مختلفه، نفس الفكره برضه، تجربه قرايه الكتاب نفسه مختلفه. بس انت دلوقتي انت قدامك ناس كتير فعلا ممكن ما تقراش كتب دي، او ممكن ما يكونش يوصل لها كتب، او ممكن تكون عايزه تقرا كتاب ومش عارفه، فانت بتخاطب الناس دي. نعم. واكتر كومنت يعني او اكتر تعليق انا احبه لما حد يقول لي انا سمعت الفيديو ده عجبني فشيت الكتاب، ده بقى بحس كده انت وصلت للجول، وصلت للهدف بتاعك، الجول المظبوط. طبعا. طيب خليني اسالك سؤال يعني بره المنهج او الموضوع بتاعنا، لكن ليه علاقه بموضوع الحلقه تحديدا، لان حضرتك بدات اجابه اول سؤال بفكره الزتونه، ان حضرتك كنت بتلخص المواد الدراسيه لاصدقائك. يمكن احنا سؤالنا في الحلقه بيقول ازاي كنت بتتعامل مع ضغوطات الامتحانات، فحضرتك كنت بتتعامل مع الموضوع ده ازاي، والنصيحه اللي تقولها للناس؟ اولا كده كده لازم هيبقى في ضغط في الامتحانات، دي حاجه طبيعيه، مش معنى الضغط ده ان انا عندي مشكله. نعم. ومحتاج ان انا افهم ان الضغط ده هو بس يعني لان انا في سيتويشن هو استدعي ان انا اكون الضغط، دي مش حاجه صعبه. ثاني حاجه انت ما تبصش على الريزلت النهائيه دايما وانت شغال تحت ضغط. يعني انت دلوقتي بتبص على اللي اقدر اعمله، يعني من الاخر انا بسال نفسي الاوبشنز اللي قدامي. نعم. انا دلوقتي مثلا عندي امتحان كمان ثلاث ايام، طب انا دلوقتي ايه الاوبشنز اللي قدامي؟ عندي كام ساعه للمذاكره فاضيه؟ ممكن اخلص فيهم قد ايه وقت او قد ايه من منهج؟ يعني انقذ ما يمكن انقاذه، يعني زي ما بيتقال. يعني انقذ ما يمكن انقاذه زي ما بيتقال. بالظبط، المشكله الناس بتفكر دايما في التاسك الاخير، فانا ما بعرفش اشتغل دلوقتي، لا انا بفكر في دلوقتي، انا دلوقتي انا اقدر اعمل ايه؟ اقدر اخلص. صحيح. ثاني حاجه اتفضل. وانا؟ ايوه اتفضل. لا اتفضل 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 سامعين. تاني حاجه وانا بحط جدول او انا بحط اي حاجه لازم المواضيع والاهداف اللي بحطها للمذاكره بتاعتي تبقى اهداف واقعيه. صحيح. يعني ايه هدف واقعي؟ يعني هدف انا اقدر انفذه وهدف انا عارف انفذه في خلال وقت قد ايه؟ متناسب مع امكانياتي. احنا بنشتغل بنحط جداول صعبه قوي، يعني انت بتيجي تقول مثلا ايه، انا النهارده هخلص اثنين شابتر مثلا، أنا النهارده هخلص مش عارف جزء كبير من المنهج، لا هو انا ليا طاقه وليا وقت لازم اريح فيه. الكلام ده كله محتاج يتحط في الحسبان، ما ينفعش اجي اقول انا هضغط نفسي في وقت معين عشان اخلص الحته دي، بس دلوقتي اعمل حاجه تانيه. لا طب انا هعمل جزء وبعدين لما اعمل جزء هكافئ نفسي بالراحه اللي انا مثلا عايز اوصل لها. صحيح. طبعا انا يعني اتفق جدا على الطريقه دي يا استاذ مايكل.
ومشكورك طبعا الحقيقه. فكره البرنامج ده يعني فكره مهمه، لانه صحيح بتزودنا معلومات وكمان بتشجعنا ان احنا نقرا كتب معينه، بتحمسنا، بتدينا صحيح. افكار يعني اكيد هي فكره مهمه. بشكرك جزيل الشكر مايكل راشد، مسؤول برنامج الزتونه.